حبايب قلبي، احنا دائما نلتقي بالخير وبالمحبة والسعادة بأيام فضيلة، بأيام محبة لجميع الأمة العربية والعالمية. احنا بنحب كل الناس ونقدر كل الناس، نتعاون مع كل الناس وفاتحين صدورنا لكل الناس بدون أي تقيد أو تحديد صفة لإنسان معين. كل الناس محبة، كل الناس أخوة، ربنا يديم المحبة. من محبتنا نحن للفنانين اللي شاركوا معنا في أعمال مؤسسة حكيم لإنتاج الفني، قدمنا لكم شخصيات محببة لكم، وهلأ رح نتابع معكم بشخصيات تانية. اليوم لقائنا مع الفنان المرحوم محمد الشماط. محمد الشماط مش إنسان عادي، لا، فنان كاركتر له أدواره محببة، شارك جميع الفنانين بكل أعماله، شارك بالسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، شارك معي في الإذاعة، شارك معنا في التلفزيون. محمد الشماط فنان مميز لأنه صاحب شخصية خاصة فيه، ما حدا قدر يقلده وما حدا يقدر ياخذ محله. لذلك لما رحل فناننا الكبير محمد الشماط ترك فراغ كبير، خاصة بالمسرح، لأنه كان نجم مسرح الأول مع جميع الفرق اللي اشتغل معه. محمد الشماط اشتغل معنا بكل محبة وتعاون معنا بكل إخلاص، وأنا شخصيا كان جاري، كنا على طول قهوتنا مع بعضنا وفنجان الشاي مع بعضنا وعدتنا الحلوة مع بعضنا وسهرتنا الحلوة مع بعضنا. لذلك هذا الإنسان أنا بالنسبة إلي مو فنان بس، هو أخ وصديق وجار، والله وصى بسابع جار حتى 40 دار. مزبوط، الرحمة لروحه، راح الله يرحمه، والعزاء لأسفته، وهلأ طالع له خليفة جديدة إن شاء الله رح تشوفه قريبا معنا في أعمال. حبيبات قلبي، رح أودعكم من اللقاء الأسبوع الجاي بمرحوم جديد أو مرحوم جديد، وأتمنى لكم المحبة والسعادة بهالأيام الحلوة الفضيلة. ربنا معنا، لا تنسوا تدعمونا وتشاركونا بقناة حكي. شو عم تقول؟ لكان شو اسمها هي يا ابو رياح؟ شو اسمها؟ هذا اللي طلع معك يا ابو حدو، انا نصاب؟ يا عيب شوم عليك. شو رايك؟ ابو حدو ما في منه زلمه زقرتي ومعدل ما بينحكى عليه. شو قلتي؟ إيه بس المصاري اللي ورثتهم من جوزها بيغنوك لولد ولدك. هلا انت ما بتحبني عمي ابو رياح؟ بلا يا اكيد اللي صار فيه راح يصير فيه. شو يعني؟ يعني ما بدي، انا مو خرجه. ايه بس انا بدي. ولا ليك وما عجبك؟ لك عجبني بس يعني نسيتوا انه صرنا سهركم جوز بنتكم. واذا كانوا لا يعني خلي عندك شويه رونق. شوف بعدين شو امرت رونق علي الجيري، لو بده يصير عندك 10 اولاد بدك تضل جيري. فهمت امرك على راسي وعيني.